السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم توقيت مباراة الخضر ضد السنغال والقنوات الناقلة زائد التشكيلة المتوقعة لهذه المباراة. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد. إذا ينتظر الكثير من عشاق كرة القدم الإفريقية مباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد نظيره السنغالي، وهذا أمسية غدا الثلاثاء على الساعة 8 مساء بالتوقيت الجزائري، وستكون المباراة في ملعب العاصمة السنغالية داكار على الملعب الجديد للسنغال. ويذكر أن المنتخب الوطني الجزائري وصل قبل لحظات إلى السنغال وهذا لمواجهة منتخبهم. والآن لنعرض عليكم التشكيلة المتوقعة للمنتخب الوطني الجزائري ضد السنغال. في حراسة المرمى مصطفى زغبة، في الدفاع على الجهة اليمنى يوسف عطال، على الجهة اليسرى رايان أيت نوري، في خط وسط الدفاع عيسى ماندي بالإضافة إلى رامي بن سبعيني. أما بخصوص وسط الميدان بنسبة كبيرة عبد القهار قادري وسفيان فيغولي ورامي الزروقي. أما فيما يخص خط الهجوم، على الجهة اليمنى رياض محرز، على الجهة اليسرى سعيد بن رحمة. أما كرأس حربة بغداد بنجاح. وأنتم مشاهدين شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو بخصوص التشكيلة المتوقعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.